السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كينج اكاديمي تدريب وتأهيل الكلاب الكابتن خالد. النهاردة نشوف فيديو جديد للكلب الجولدن. بنقول فيه ان الكلب مش بنوعه، الكلب بشخصيته، يعني مش بنوع الكلب دايما ان لازم يشتغل الحراسة، لا، شخصية الكلب هي اللي بتتحكم في ده. فمعانا الكلب الجولدن بيشتغل بالكمامة، بيعمل جارد على العدو لما ينام تحت، ما تعرفش فين ايدك حتى تاخده، لما يخبطه ويوقعه هنحاول نقرب علشان ناخده. لا، الكلب بيبدا يعمل حراسه عاليه عاليه جدا وبيدافع انك انت ما تعرفش فين ايدك تاخده من تحتيه. هنشوفه هو في العربيه عامل جارد على العربيه، ما ينفعش حد يجي يحط ايده على باب العربيه او يحاول يفتح الباب. عايزين نقول لكل المشاهدين اللي معانا ان الكلب هو كلب، يعني الكلب كلب مش بنوع بالشخصيه، عشان ما حدش يقول الجولد ما بيتدربش، الهاسكي ما بيتدربش، الدلميشن ما بيتدربش، لا، الكلاب كلها بتتدرب عليه جدا. لكن المهم تكون هو عنده الشخصيه اللي تديله الاستعداد لده. ده بص يعني سيطر عليه خالص. على العربية